على موقع سفاكسيون بوانيت معنا عماد البريداعي دي رئيس سوسيوس اللي كان باش تقول لنا على ليزا دي رون كيفاش اخذوا الكوارت نتاعهم. والله يعني الكوارت حاضرين عنده مده ديجا، فما شكون اخذها في الجلسه الاولى وفما شكون اخذها تويكا في قبل الجلسه الثانيه باش يجيو ينتخبوا. البيرو يخدم على ذمه لي سوسيوس حتى امس جور فيري ومحلولين على ذمتهم، وباذن الله ما فماش منخرط سوسيوس ما جاش خذ الكارت نتاعو، العباد الكل بالكوارت نتاعهم وعمل التوزيع تمت بنجاح والحمد لله. فما عدي زاديرون عطي مومي سوسيوس عطي كيفاش ولا واديرون وعندهم الحق ينتخب. سامحني راه فما يمكن لبس بين سوسيوس بين منخرط في النادي رياضي الصفاقسي، راه تنجم تكون منخرط في النادي الصفاقسي وممكنش منخرط في السوسيوس، مي اي منخرط في السوسيوس راه منخرط في النادي الصفاقسي اوتوماتيكمون، اي عضو سوسيوس عنده بطاقه انخراط اوتوماتيكمون تجي، بينما العكس نجم يجي اي واحد يتقدم لاداره نادي رياضي الصفاقسي وياخذ انخراط باسم نادي رياضي الصفاقسي، يدفع الكوتيزاسيون نتاعو وياخذ انخراط ما فما حتى مشكل. طبعا سليمان عمل انتاتي رئيس اللجنه المستقله للانتخابات، فما تاجيل للسادسه مساء علاش؟ والله البلاغ الهيئه المديره للنادي الرياضي الصفاقسي ينص على انه الجلسه العامه الانتخابيه تنعقد اليوم الخميس 15 جونفي 2015 على الساعه 5، وعملا بالقانون الاساسي الفصل 24 من القانون الاساسي يجب ان تتوفر الاغلبيه المطلقه للحضور، وتبين منذ حين واثر المعاينه التي اجراها عدل التنفيذي الاستاذ شفيق العجيلي تبين انه عدد الحضور وصل الى الان 182 منخرط من 4363 منخرط بالنادي، ولذلك فان النصاب القانوني غير متوفر، واتجه تبع لذلك تاخير الجلسه العامه الى ما بعد ساعه بالضبط، اي على الساعه 6 مساء. عدد مهما كان عدد الحضور، نعم مهما كان عدد الحضور تلتئم الجلسه. يعني احنا تي مش تحكي على الانتخابات مازال ما نعرفوش اسكو مش تطلع القائمه هذه ولا ما طلعش، اسكو ما طلعش شنو اللي مش يصير، وماذا بينا مش تحكي لنا على عمليه التصويت والفرز كيف مش تصير بالضبط. والله كما العاده ما تبدل حتى شيء، احنا القانون الاساسي واضح ولا يقبل التاويل. اللي يقولوا انه العمليه التصويت سوف تقع بنعم او لا، وضع علامه قطع او مقطوع امام الخانه المناسبه، وعلى المقترعين اتباع هذا النظام وليس برفع الايدي مثل ما هو رائج في الـ في الـ في الـ في الجمهور الرياضي الان. اللي يقولوا انه ان شاء الله تكون العمليه منظمه، ان شاء الله يكون الحضور كله منظم ونحترم بعضنا. ثم صندوق في مكتب الاقتراع، لدينا اعضاء مكتب الاقتراع سوف يتولون التثبت من هويات المقترعين وتسجيل اسمائهم بدفاتر الناخبين، على اثر ذلك سوف يقع على الساعه 8 حوالي حسب المعطيات، يمكن نزيد ربع ساعه والا نصف ساعه اذا كان الحضور كبير باش نمكنوا جميع الحاضرين من الاقتراع. سوف يقع اغلاق الصندوق ثم الفرز مش تكون في قاعه خاصه مغلقه بحضور وسائل الاعلام حفاظا على الشفافيه والمصداقيه، وبحضور من يمثل الهيئه المديره المتخليه ومن يمثل الهيئه المديره المترشحه وكذلك السوسيوس ولجنه الاحباء. موقع سفاكسيون بوانيت معنا المسؤول القديم الجديد في النادي الرياضي الصفاقسي سي شكري شيخ روحو. عطي كيفاش جاتك الفكره بس تجي مره اخرى لتسير النادي الرياضي الصفاقسي؟ والله هي مش فكره، تعرف الانسان كيف يكون ولد النادي الرياضي الصفاقسي ولد الجهه، يعني ما ثم حتى اشكال باش يكون كي ما يكونش في العائله اسمه عين النادي الرياضي الصفاقسي، كيف يكون مش متواجد في العائله كيف عين النادي الرياضي الصفاقسي.
مرة هذه جات اقتراح باش نكون متواجد في الهيئة، إن شاء الله نجم نقدموا إضافة نادي السفيقسي، خاطر السفيقسي كما تعرف يستاهل كل خير. ما تنساش اللي نادي السفيقسي ديما يلعب على الألقاب، نادي السفيقسي يكون متواجد في البطولة، في الكأس، في البطولات الإفريقية. هذا إن شاء الله ما يحطنا باش احنا نكونوا ديما الجانب الفريق نتاعنا، وإن شاء الله نقدموا الإضافة لنادي السفيقسي. هذا ما يمنعش كون الهيئة السابقة بارك الله فيها مشكورة، كسوا هيئة نادي السفيقسي والهيئة الدعم واللي كل اللي سبقوهم، راهم ناس قدموا الكثير نادي السفيقسي، ونادي السفيقسي راهو ملك الجميع، ونسم الناس كل تلفوا حوله، وان شاء الله ان شاء الله نادي السفيقسي من احسن الى احسن. عدد المخترعين 581، عدد الأوراق المصرح بها 581، عدد الأوراق الملغاة 7، عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة، عدد الأوراق التي صوتت بنعم 397 صوت، عدد الأوراق التي صوتت بلا 176 صوت، المجموع 581 صوت. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة ترى وأن القائمة الوحيدة المترشحة قد تحصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وقدرها 397 صوت، لذا قررت اللجنة التصريح بفوز القائمة الوحيدة المترشحة بالأغلبية المطلقة المصرح بها، وشكرا للجميع. يعطيكم الصحة.